وعاونونا انا ولدي. انتوا ما عندكش لا منحه لا حد شيء. عندي سريتي ضعيفه نتاع روتريت نتاعي، عندي قرض نخلص فيه مدام. انا بابا مات ما عطانيش حقي منابي عند خويا الدار. عند خويا الدار ينقذوني يكلموه خويا يعطي حق خوك عليه هكا. خويا هذايا راهو. عسلامة. عسلامة. لاباس؟ والله الحمد لله، أما ولدي مريض، عندي طفل متوحد برشا أجي تي، كدولة ما لقيتوش وش يقروهولي ولدي أنا. مشيت بيه حتى المرسى البارحة قلت لبين هالجمع جمعية الملائكة، شافوه أجي تي برشا قالت نكلموك. أنا بابا مات، ما عطانيش حقي منابي عند خويا الدار، باسم خويا الدار أكتبها. عملوا عقد بيع حق رقبة، وأنا يعني قداش عمره ولدي؟ عمره 5 سنين اجي تي ولدي، ولدي متوحد برشا. كاري في دار كلها معناتها باردة نديها في عليه مسكين. مريض ولدي مريض، كشوفوا حل عاونوني عليه خليني يدولي ولدي. أنا ما عنديش برشا فلوس. فهمتني؟ بنتحب نرجع لداري، عندي داري أنا مسكرة داري. وين دارك؟ في الكرم غادي، 16 نجم جرين، وكأخويا الكبير بنكيجي ويسكن يخدم هنا مش مستعرب بيا، ما حبش يعطيني حقي. قلت له كري لي دار زلزه وكري خليني اخو كري عايش بيه. قال لي ما عنديش فلوس، حتى يجي يطلب فلوس تاع بوك تاع الدفن هكا من فرنسا. ما اخو مره اخرى بابا مانيش عارف هبطت الفلوس ما هبطتش. انا توا تعب ادور في كيري 270 راهو. شنو تخدم انت؟ كنت نخدم الحياميه، خرجت روتريت متقاعد انا، خدمت للدوله راني انا انتريتي راهو تقاعد مبكر. خرجت شريتي ضعيفه خلص بالملاك. انا تعب تعب ادور في شكون نوصل لصوت التوانسه تعاونوني على ولدي ينقذوا لي ولدي. ولدي كاري بيه واحد متوحد برشا واجي تي ولدي هو طبيبه في المنزل عادي ولدي. اي انا ما تطلب انت تحكي من الدوله كنت تعاوني على ولدي، حاجه يقول ينقذوا لي ولدي ما عنديش فلوس ناوية. ندخلوه يقرا في السونتر، نحبوا يقرا يتعلم مع الصغار. حالته صعيبه؟ حالته صعيبه اجي تي برشا وعنده حساسيه كرشو تي مسكين يحك برشا. عطيه طبيب دواء كل شيء و... ياخذ في التريتمون نتاعو ياخذ عنده دواء هاو طبيبه بتاع الاعصاب عطاه دواء نتاعو. لكن تعبت انا مدام اجي تي برشا يتحرك برشا. نحب الدوله تشوف له دار يعطوه دار كذا. نحب عند خويا الدار ينقذوني يكلموه خويا يعطي حق خوك عليه هكا. خويا هذايا راهو حكيت مع خويا. خويا يعمل لي جبت كونسيت هذه بابا مات وامي مات. انا نحولي داري لعبوا لعبه بابا قبل ما يموت قالوا ما تكتبلوش مناب ولا باش يبيع الدار. وثم واحد يبيع الدار يقعد للذله كيكاري. تعب انا ظروفي عاونوني على الطفل المريض. انا خدمت للدولة دي خدمت شوية مش برشا مريض خاطر انا مريض بالاعصاب مرضت. انا نحب يعاونوني ذاك الحاج في شيء عاونوني على ولدي انقذوا لي ولدي. ولدي بالكوش ولدي بالكوش ما طالب شيء من الدولة يعاونوني ينقذوا لي ولدي. دخلوه يقرا كي وبلغت مشيت حتى الجعفة القاسم الشرقية وبلغت الميساج نتاعي ما طلبونيش. نحب نقابل جعفة القاسم يعاوني على صفي قلبك عيط لخويا الكبير يحكي معاه اعطي حق خوك عليك. ما يكون حتى ابوك ما كتبلوش غلط تعب خوك كيري راهو. اخوك عنده علم بوضعيتك الصعيبه هذه؟ في باله بوضعيتي حالقه والخو ولده حالقه والولده. داري مسكره مدام داري مسكره عندي داري راهو. لكن من قال لك رجوع لي معاك مرتك ليه ما ترجعش؟ مرتي من قصرين خاطر مسكينه خليله مرتي صابره معايا بنت الناس. عمل لي فرض عليه طلق مرتي عندك بايدي خليل. قالوا لي بابا مرحوم. يعني اخوك مشكلته مع مرتك؟ اخواتي مع مرتي طلقها عندك بايت. ومن حبش تطلق مرتي يعني؟ اخواتك الكل قالوا لك هكا؟ بدي هي يقول لك مهبوله هي مريضه هي مسكينه تعملها مريضه مرتي. نصبروا عليها عندي طول مريض وهي مريضه تعمل. انا مرت بطبيعتي انا كاري انا مدام. نحب نبلغ صوت الميساج للتوانسه ونعطي نمرو يخلي يكلموني يعاونوني. علاش اخواتك ضد مرتك؟ عركة مشاكل من سي اخواتي مشاكل عائلية يعني. سي اخواتي مع مرتي تعاركوا نسي نلقوا روحي لبرا. كتب قبل ما يموت بابا قال له ما تكتبلوش بابا تمشي بيع الدار. ما يحبوش يدخلوا واحد براني يعني فهمت شنو؟ ثم واحد يبيع داره مدام ما بيعش داري انا يعني. داري هذيك راه جبت شكيت بيه المركز زي ما اللي هو قال مش قال لك هذيك داره مع الوراق باسمه هو. كيفاش داره بالكلام على الوراق عنده هو؟ كوراق باسمه هو الدار. مشيت قابلت سيد الجمهوريه انا بولدي هذا قال لي عندك حق تاخذه بالقانون. اي شكيت عملت محامي؟ عملت محامي. المحامي قال لي ما عندي من عمل لك باسم اخوك الدار يا منظر. عمل له عقد بيع حق رقبه بيعها له. يعني انت ما عندك حد شيء؟ ما عندي شيء ما عندي شيء. عندي كان ربي باسم اخوي الدار. خرجوني على يدي على راسي.
عاونوني انقذوا لي في طول البركه. حكيت مع اخوك قال لك يطلق المراه الرجال. قال لي استنى فلوس باب بوك تاع الدفن تاع فرنسا تاع الدفن كابيتال دي شنو يا اخي ما عرفتش هبطت فلوس ولا انا باش تاخذها مرت بابا ما ياخذ مره اخرى بابا ما هي وريثه ولا تاخذها هي انا حاجته يكلموه من الاذاعه يبلغ صوتي الخو يحكوا معاه يعطيكم المرور يحكوا معاه ها خلي رجع لي حقي يكري لي دار على الاقل نعيش بيه نسخط بيه ولدي بالكوش مدام ولدي مصاريفه برشا ودي بالدواء تريتمون نتاع وصلت نمشي ناخذ دواء يعاونوني باش ناخذ الدواء الفارماسي هذيك حكايتي حبيت ياخذوا لي ولدي ياخذوه يقرا كان يقرا ولدي في السونتر روان كان يقرا في السونتر ما فهمتش كيفاش خرج جمعيه خرج الجمعيات هذوما قصدتهم قلت لهم تهريت مشي وجاي بعيد عليه المسافه قلت لك حاولوا نقربوه هنا الاخر اللي سبت لقربوه قعدت في الدار قعدت في الدار اجيتي كل يوم كل عشرين خرجوا يلعب بابل ايش عنده من اللي بطل القرايه؟ بطلته من عنده اربع شهور ثلاثة شهور شهرين، نحب نعاون نحب نرجع هو اعطيني شت بيت بيه نتاعو الحاله نتاعو، نحب نعاون نطلع نرجع للمكتب يعاونوني عليه خاطر يقرب ليش ولدي قالوا له قبلته المدير يرحم والديه بريزون شارج من 8:30 نهار يرحم والديه تاع المنزل السونتر هذا، نحب نقصد باش نمشي نعاون نقول له عاونيني على ولدي يرحم والديه. خواتك برغم انه يعرفوا حالتك الصعيبه ووضعيتك الصعيبه هذا ما يعاونوكش ما تعاطفوش معاه ما يعطونيش ما يعطونيش خويا نمشي له قهوه فوق من نفسه يعطيني خويا البنكيش نقول له ولدي اعطيني خويا انا مريض ولدي يعمل لي واش عندي اعطيني قال لي اخي انا عندي عائله حتى اي قلت له انا ولدي مريض وانا كاري شهريت ضعيفه قلت له باش نخلص الملاك ونخلص الضو جاتني 700 واش الضو تو على زوج ثلاثه من الناس ما عنديش مدام انا يحب مني 500000 الملاك تو تاع الضو خلصتش ما عنديش يا مدام باش نخلص الضو قال لي نخص عليك الضو عاونوني يهديكم الله شنو تطلب؟ تطلب انقذوا لي ولدي دخلوه يقرا مكتب هب مشيت حتى المرسى قبلوه قيدوا له قضى كل شيء قال تنكلموك جمعيه الملائكه هذيك المرسى مشيت لهم في المرسى وانا قاعد نجري مدام مش قاعد بياخذ انا على ولدي نحب يرجعوا يقرا في المنزل ولدي كان يقرا في المنزل ما فهمتش الجمعيه دي المراه هذيا عملت سبب باش خرج ولدي منها ثم شكون كلمها المدربه قالت لنا راهو على وضعية معي اخرى اي على وضعية ولده كان يقرا مش حامد ربي ابوه هذيك علاش خرجوا برجوا قتلوا لي ولدي معموكم الله شكون يا توانسه عاون عيط ولد قاعد يتحسن والا بيت مؤخرا طويل اجيتي برشا عيط برشا عيط برشا يسيح برشا يسيح برشا مريض تطلب شكون يعاونك في ولدك؟ ولدي هذيك اش حاجتي ينقذ لي ولدي عاوني في نبلغ صوت الميساج لولدي اذا عائلتك يتفرجوا فيك شنو تقول لهم؟ نقول لهم ربي يهديها مكا قديش نمرو؟ تاع انا 28 28 426 267 28 426 267 قال لك كلمة الختام كلمة الختام نشكركم يرحم والديكم ربي يجزيكم حسنات وعاونونا على ولدي ما عندكش لا منحة لا حد شيء عندي شريط ضعيف نتاع روتريت نتاعي عندي قرض نخلص فيه مدام 270 كاريرا